قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. جاء في رواية أخرى بضبط آخر: ولولا ذلك أبرز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا. فالخشية هنا على هذه الرواية واقعة من الصحابة، ويؤكدها الرواية الأخرى عند البخاري، وهي قول عائشة رضي الله عنها: لكني أخشى، والمتحدث هنا عائشة، لكني أخشى أن يتخذ مسجداً.